واحد بيقول ان بنته توجهت ان بنته ضبط الزكاة في حالة خطية، فلو راحت للمحكمة هتحكم لها بالطلاق، فهل من الممكن من الكنيسة الأرثوذكسية تعطي لها تصريح للزواج او لا؟ حكم الطلاق ده في المحكمة مش في الكنيسة، لكن التصريح بالزواج في الكنيسة. فإذا المحكمة حكمت لها بالطلاق لأن زوجها وقع في خطية الزنا، الكنيسة في الحالة دي هتصرح لها بالزواج، لأن دي الحالة الاستثنائية اللي بنصرح فيها بالزواج. بس يجيلنا حكم من المحكمة، يعني صورة الحكم انها طلقت لهذا السبب يعني.